خديجه كتوجدي مقبلات ان شاء الله باذن الله. هذا شنو هو؟ سلاوي. هذا القرعه السلاويه. القرعه السلاويه هذا غتشرب مليح. ان شاء الله ان شاء الله. ها كديريها دابا؟ كندير مليحه دابا نزيد العود، ما كندير لا ماء لا والو. داك الماء اللي كطلق كطيب. كيطلق هو الماء السلاوي. كيطلق الماء، داك الماء اللي كيطلق يطيب فيه، حتى كيطيب عاد كنشرمله. عاد كتشرمله. عاد كنشرمله. عم شرملة بطريقة ديال خديجة، غتلاه الملحة وهنا كديري غير قل ربع كاس ديال الماء. شوية الماء فاش تغلي صافي وتخلي شوية زيت العود. زيت الزيتون. شحال تخليها ديال الوقت؟ ما كتاخدش الوقت بزاف. الوقت بزاف. شنو درتي هنا خديجة؟ هذه القرعة. القرعة هي طيبة عاد شوية الماء، شوية الماء. راه ورينا قبيلة. المهم زدنا فيها البصلة مشحرة. ياه وشويه الزعتر ياه ومليحه تقاد فيها المليحه ديالها وشويه الهريسه. هي ما غديري لا ثومه لا حتى شي حاجه. لا هنا ما غندير لا ثومه لا والو. صافي قلتي ذكرتي البصر البزار عفوا البزار صافي. هنايا شويه هذاك السلاوي القرعه السلاويه معها بصيله مشحره بطبيعه الحال كلهم فيهم الملح بصله مشحره بشويه الملح قزبر ومعدنوس شويه الثومه yeah. والحامض مصير مقطع طريفات صغيرين والهريسه اوكي والكمون ضروري الكمون حتى الاخر حتى الاخر الكمون باش كيعطي داك لوغو ديال مزيان. خديجه كتزيد دائما الكمون حتى الاخر لحظه صافي اوكي بارك الله فيك. هذه الثومه جابوا لي بزاف تاع الثومه اييه وباش كنحافظ عليها العام كله بقات عندي ما خصاتش كندير هكا في قرعه ونخشيها في الثلاجه غير في الباب ديال الثلاجه وكتبقى مزيانه ما كتخسر ما والو. الوقت اللي كنبغي كناخذ منها ملي كتخوى ليا القرعه كنعمرها ولاحظت بان داكشي الاخر اللي بقى ليا في الكرطونه لحت منه اللي دا في الثلاجه ما كتبقاش هو اللي بقى مزيان صافي انا غنديها معايا ان شاء الله ونديرها هكا في القراعي ونديرها في الثلاجه هتبقى مزيان. هذه هي الطريقه الوحيده باش كنحافظ عليها ومن هنا تبقى طريه. كندير جوج قراعي ثلاثه نحطهم الا كان عندي ليسباس في الثلاجه نقدر ندير جوج قراعي ثلاثه بحال هذه ونخليها القرعه اللي خوات نعمرها القرعه اللي خوات نعمرها. والله الا مزيانه فكره رائعه الله يعطيك الصحه وكتبقى ما كتخسرش. والله الا فكره رائعه ان شاء الله. هذه دابا راه دار عليها العام عام هذه تبارك الله. هذه اللي ديتي منها المره اللي فاتت هذه اللي ديتي منها دابا دار عليها هذا هو الاخر. هذه هي القرعه الاخر فيها ما خسراتش ليا ما لحت منها حتى شي حاجه. احنا خديجه غتوجد واحد الوصفه عجيبه. قلتي هذا لو شو هذاك المكور المكور لا الكروب ولا لي شو كنشدو كنحيد ليه بعدا داك القلب كنخلي على الورقات اييه وكنقطعو رقيق قد ما قطعتيه رقيق مزيان صافي وكنهزو دابا هكا كنديرو في كسكاس كتفوري الفور طلع فيه الفور مزيان واش داك الجرات واخا نسافيك واخا حتى كيفور عاد كنعسلو كندير معاه الزبيب عندك المشماش البرقوق هو كيجي مع المشماش بزاف المشماش يابس والبرقوق البرقوق هذاك اللي كيديروا مع اللحم كيجي يابس كيجي معاه زوين بزاف. تقدر اللي ما عندهاش دير الزبيب. انت اليوم غديري بالزبيب؟ اليوم غندير الزبيب ما عنديش ما عنديش برقوق ما عنديش المشماش يابس ما هي بالمشماش مجربها ومعاوده كتجي رائعه بزاف. واللي ما عمرو اللي ما كيحملش الكرب هذه بالطريقه هي الطريقه كياكلوه كيعجبهم لدرجه ما كتبقاش داك لوغو ديال الكرب كيقولوا لي اشنا هو هذا ما كيعرفوش ملي كيتحط في الكرب ما كيعرفوش. ها انتما كيف ما كتشوفوا معايا يا خديجه دارت هنايا الكرومب او الشو او كل واحد والمكور كل واحد كيفاش كيسميه دارته هنايا يتبخر غير كتخلي غير كتغطيه وكتخليه حتى كيطيب صافي وكتزولو. انا خديجه ذوبات الزبيده ذوبتي الزبده غتزيدي دابا ديش اها غنديرو نشحو هذيك الزبده غندير شويه العسل
البصله اه ها قلتي لي قبيله غديرها مع هذا غيجي معسل بحال اللي اوكي وفينا لقينا باقي البرقوق دونك غنزيدي ليه البرقوق بقينا كنقلبو حتى لقينا البرقوق باقي وما غديريش الزبيب بما انك دير البرقوق غديري الزبيب ديرو البرقوق هي نورمالمون كنديرها بالمشماش يابس كنقطعو ونديرو الفور معاه شي شويه وملي كنبغي نبدا نعسل كنزيد البرقوق مقطع حتى هو طريف هكذا وكندير شويه البابيه وشويه القرفه باش كياخذ داك لوغو ديال والعسل ملي كيطيح باش كتعسل ملي كيتعسل حتى داك القرفه مع البابيه ما كتبقاش لوغو ديال لو شو ما كتبقاش المذاق ديالو ما كيبقاش يبان شنو هو ما كيبقاش يبان شحال مكور واحد كيقول لي المكور ولا هذا لي الشو كاين اللي كيقول المكور بحال سميره الشمحه كتقول لي بولكتوب ياك سميره كتقولوا لي نتوما بولكتوب او سميره غضبانه على الحليب ما بغاش ما بغاش تفيل ما بغاش تفيل غضبانه كيقولوا لي في عندهم ماما كيقولوا بولكتو حيت صافي هنايا داكشي اللي لقينا لقينا هاد الكامبير حتى هو دارته والزبيب والزبيب الابيض والبرقوق صافي دابا غتزيدي تشحريهم مازال تشحرهم تشحروا طيح شويه زيدي طيح هكا مع الزبده اها وشنو نزيدو اخر صافي غنزيد شويه القرفه وشويه الباديان صافي اوكي الناس هي زادت العسل خاصكم تبقاو تحركوا باستمرار باش ما تلصقش ليكم لان يعني دابا يبدا يلصق ياك خديجه اه خاصو ضروري تحرك هانتوما البنات راه كنحاول ما نفلت حتى شي حاجه الباديان كطحنوا مع القرفه ما كديروش عويل اه كديروا غير شويه اه شويه المهم هو هو السر في هذا هو اللي كيعطي واحد اللوغو مذاق مميز مميز وكيغطي في كاموفلي لي شو اللوغو ديال المذاق ديالها الله يعطيك الصحه جا كتوجد في زعلوك الطريقه ديالها كدير كل شيء في الكوكوت وكتخلي يطيب شنو كديري خديجه المقادير كندير دنجال ايه كندير بصيله مقطعه صغيره ايه وتدي كندير شويه قزبر وشويه ثومه مطيشه حتى هي كنقطعها وكنسد عليها وندير العطريه كندير كمون شويه الحار هذا مليحه زيت الزيتون كمون والكمون الحام مصير كنخليه حتى كيطيب حيت كيمر المر يولي مر ملي كيطيب عاد كندير الكمون والحامض مصير ومطيشه على حسب الذوق اللي بغا تزيد باش تعطي داك اللويه مطيشه كونسير كتزيد واحد المعيار صافي اذا بس ديتي على الدنجال دابا غتوجدي السلطه ديال الفلافل ديال الفلفله نقدر نديرو فلافل كاملين اه تقدر تخلطي تقدري تخلطي اللوينات كاملين كيعطي ثاني واحد المذاق كيما كيقولوا العين كتاكل اكثر من الكلب بصح هنا حكيتي ثومه واحد جوج بيتات ديال الثومه اييه هادي فلفله مشويه هاد شويناها مقصوله شويه ثومه شويه قزره معدنوس شويه الملحه كمون وتشحر بشويه زيت العود صافي كتحط صافي ما كتزيدي لا حتى شي حاجه اخرى غير هكا صافي هكا كنقول لها صافي انا خديجه غتوجد حتى الشلاضه ديال اللوبيا صافي هنا طحني كل شيء بلاتي حتى ما كيبانش مزيان طحني كل شيء هنايا في الطحانه اي مطيشه اي مطيشه اه ها مطيشه صافي هنا غطحن مطيشه درتي البزار ودرتي الخرقوم الثومه محكوكه هي والملحه زيت العود شويه ديال الصبر المعدنوس تحميره تحميره فلفله حمراء فلفله حمراء
صافي دابا غتخليها حتى تشرب مزيان من بعد تزيدي على اللوبيا. اللوبيا صافي وجدات. صافي وجدات. غطيها مع لاصوص. زدت شويه الزومات نوت. وخاصني دابا ندير الكامون. الكامون. خليتها الاخير وعاد كدير. صافي نقرر دابا غنطفي عليها. غندير الكامون ونطفي عليها صافي. صافي. وهنا هي هذيك الشليضه هي باقا ديال الفلفله باقا كتنشف هنا من الماء لان الفلفله كتطلق الماء وهذه ملي غتبغي تسربيها غتحطي تزيدي لها زيت الزيتون ولا زيت ولا درتي ليها اصلا درتو درتي صافي زيت العود كنبين فيها وهي ان شاء الله صافي ما تزيدش الا كان خاصه بانت ليا ناشفه بزاف نقطع ليها اوكي انا خديجه غدا توجدي الشلاضه ديال الباربه الشلاضه ديال الباربه كنديرها مع لي فخويك مع هاد انت اليوم غديري مع بانه اي فخوي كان عندك تقدري ديري مع دو فخوي ولا ان سول فخوي اللي عندك في الدار كندير نقدر ندير معها البرقوق نحكها في الحكاكه الجبن غليظه هذه هادشي هنايا نحك الباربه نحك مع الفخوي اللي عندي كان عندي التفاح كنحك التفاح كان عندي البانان ندير بانان كان عندي جوج بغيت نخلط ماشي مشكل اي فخوي درتي معاه كيجي مزيان ولكن بشرط تكون واحد جوج معلقات ولا شي حاجه ديال عصير الليمون هكذاك عصير الليمون كتجي حلوه هاد الشليضه كتجي وكل شيء اللي ما كياكلش الباربه كياكلها ياكلها بهذه الطريقه هاد الباربه سلقتيها سلقتها سلقتي لها وحيت لها حيت لها القشره مهم الباربه مسلوقه وصافي صافي دابا غتحكيها دابا غنحك الباربه وغتحكي مع خوخه وبنانه هاد اليمينه غنعصر العصير ديالها اوكي صافي يعطيك الصحه الشليضه ها هي حكيت كلشي حكيتي كلشي هذوك الفواكه مع بعضهم وشنو كتزيدي لهم من بعد غير ليمونه صافي ليمون عي صغير وعي شويه واخا معلقه ولا جوج هكا يا باش تنقي ديك لوكو ديال ما كتزيدي لا ملح لا سكر لا عسل لا حتى حاجه غير الخضره مع بعضيها صافي حاجه باربه الا كانت مسلوقه وفي الثلاجه راه ما غتجيش زوينه بحال اللي الله سلقتيها سلقتيها من الاحسن من الاحسن عاد تسلق عاد وتخدم بها ديك الساعه ما تدخلش للكونجيلاتور غتخرج تطلق الماء كتطلق الماء تولي مليحه اوكي صافي هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه اللي دارت بالمكور او الكرومب او لو شو وهنايا سلطه ديال هادي سميتها هادي اللوبيا اللوبيا مشات لي اسمي وهنا هادي الفلفله وهاد السلطه راه كلشي كيعرفها ديال السلطه المغربيه كل كلشي كي ما كاينش شي بيت اللي ما كيديرهاش وهنايا هادي القريعه زدنا لها شويه ديال اللوز في الاخر هاد السلاوي بهذه الطريقه هادي جاب بنين بزاف ما كيبقاش لكم المذاق ديال السلاوي الله يعطيها الصحه فعلا فكره رائعه جلديد بزاف نتمنى ان شاء الله تجربوا حتى انا ان شاء الله غنبقى نديرو بهذه الطريقه وهنا الزعلوك صافي وشلاطه ديال الباربه نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم وشكرا بزاف لخديجه على هذه المقبلات الرائعه الله يجازيك بخير خديجه